عارفين ان موضوع المصالحه ده مات مع قطر، يعني مات بوفاه العاهل السعودي الملك عبد الله، هو اللي كان رائد هذه الموضوع، هو اللي كان ضغط على قطر بوفاته. طبعا رجعت الجزيره مره اخرى والحياه عادت تاني، واحنا ما عندناش مشكله على فكره، يعني احنا ما عندناش مشكله، وقلنا ان عدتم عدنا ما عندناش اي مشكله، هتبتدوا قله ادب، احنا كمان حقيقه عندنا ناس برضو خبراء في هذا الموضوع وعادي تمتم وكل حاجه وهنرجع مره اخرى ما عندناش اي مشكله. هو الحقيقه بس انا أهيب بالأدوات المصرية، أدوات الدولة المصرية، إنها بس تبقى واعية شوية. وطبعا كان في خبر على اليوم السابع عن محطة العربي الجديد اللي طبعا بتمويل قطري من لندن، ودي كنا عارفين كلنا إنها هتصدر يوم أو ليلة 25، وبالفعل ليلة 25 كانت موجودة، ضيفها كان خالد أبو النجا بيتكلم عن الثورة، يعني هم حرين بيتكلموا على الانقلاب في مصر، يعني ده في حلقات أخرى يعني. ومع ذلك عادي جدا المحطة دي طبعا بيرأسها اللي هو كان رئيس الجزيرة مباشر مصر، نفس التوجهات بتاعت الجزيرة، يعني هم قلبوا بس الصفحة، بدل ما يسموها الجزيرة مباشر سموها العربي، وفي صحيفة أخرى بنفس هذا الاسم. أنا ما عنديش مشكلة في كل ده خالص، وهيشتغل وهنشتغل وإحنا ما عندناش أي مشكلة، والإعلام المصري قوي ومؤثر. أنا عندي مشكلة إن يتحط لها يوفط في الدائري والمحور، ومنذ قليل الحقيقة اليوفط ابتدت تتشال لما خبر نزل على اليوم السابع، وابتدت المحطات تتكلم وابتدى يبقى فيه قلق، الله هو ليه في يوفط للمحطة العربي ده؟ بقى أنا بسميه يعني حالة من الغيبوبة بصراحة، ده ما يتعملش في دولة فيها أجهزة أمنية واضحة وفاهمة وشايفة وصاحية ومركزة. يعني إيه؟ ورونا يا جماعة الصور والنبي اللي كانت على الدائري الله يكرمكم. لا أنا عايزة الصور. الصور اللي على الدائري، فجأة لقينا صور قناة العربي على الدائري والمحور، ده يعني مش استهتار، ده يعني بيشتمونا وكمان يحطوا لنا الصور البيلبوردز بتاعتهم على الدائري والمحور. طبعا الصور دي اتشالت دلوقتي بعد الدوشه اللي اتعملت. معي على الهاتف سياده اللواء علاء الهراس نائب محافظ القاهره ورئيس اداره مركزيه للاعلانات. سياده اللواء، هل اللوحات اتشالت لقناه العربي؟ ايوه فهم. وهو ليه اساسا اتعلقت؟ لا، هو نظام الاعلانات المفروض ان احنا كمحافظه بندي الاعلانات دي لوكالات اعلانات. تمام. الوكاله بتاعت الاعلان هي اللي بتاجر الاعلان بتاعها بقى لاي واحد يطلب منها. يعني لو حد عمل يافطه قال فيها يسقط حكم العسكر، لا مش هتعرف. ثواني بس، خليك معايا يا سيادة اللواء. احنا مش هنعرف غير لما نلاقيها على الدائري او المحور او متعلقه. مش هنعرف غير لما نلاقيها فعلا وهنزلها، لكن اساسا هو لما بيمضي معانا بيمضي اللائحه بتاعتنا، اللائحه بتاعتنا مكتوب عليها شروط معينه، ما تعملش كذا وكذا وكذا وكذا، واذا عملت كذا هنزيل. هو ما بياخدش لا يا فندم، هو ما بياخدش تصريح من مصنفات او من حاجه باللائحه بالبيل بورد اللي هو بيحطه؟ لا يا فندم انا ما اعرفش دي. اكيد طبعا طبعا تصريح يا فندم، والا كنا لقينا مره شتيمه في كذا، ولقينا بعد كده بورنوجرافي مثلا على الناحيه الثانيه صوره ست عريانه مثلا، يعني اكيد في تصريح مصنفات يا سياده اللواء. ما هو الكلام ده كله مكتوب في اللائحه، ان ما يتحطش حاجات منافيه للاداب، انها ما تاثرش على اللي جنبه، انها حاجات كتير مكتوبه وهو بيمضي عليها. فهو لما بيحطها احنا بنهدي. طب مين صاحب الشركه يا فندم؟ دي حضرتك شركه الصحابه. هي هم اتحطوا في مكانين. ايوه. في الـ الشركتين، في شركه واحده حطت في المحور. الشركه دي هي شركه الصحابه، حطت اعلان واحد. شركتين يعني؟ ايه الحلاوه دي؟ لا، ما هو في شركتين تانيين بقى حطوا في العجوزه. عند كوبري 15 مايو، تحت كوبري 15 مايو. دي شركة ساين وشركة ميراز. وشركة مين أصحاب هذه الشركات؟ لا، أصحاب الشركات دي بقى مكتوبة عندنا في الإدارة. لا، نحب نعرف أساميهم عشان الناس تعرفهم. في واحد اسمه أحمد أبو كامل على ما أعتقد. لا، أنا جايبه مع حضرتك بكرة بقى طبعًا، لأن دلوقتي الساعة 10 والناس مشيت كلها.
فلو حضرتك عايزك تقول انا بس نفسي انا عارفه ان الاوت دور بيتاجر لشركات خاصه ده مفهوم، لكن انا ما فهمش ان انا فجاه اصحى الاقي مثلا شتيمه لرئيس الجمهوريه او الاقي مثلا صوره امراه عريانه مثلا، وبعدين ارجع اقول بقى اوب ما احنا اصلنا هو مضى على اللائحه، وبعدين اللائحه دي فيها بقى ايه؟ يعني ايه الجزاءات لو هو مثلا نافى الاداب او نافى الامن القومي؟ ايه الجزاءات؟ لا بيتعمل له بقى محضر في الشرطه وتبتدي بقى يتعمل له قضيه ويبتدي يتحاكم. ايوه ايه الجزاء يعني؟ ما هو الجزاء ده بقى هيبقى في محكمه. ايه طبقا للقانون ايه من كذا الى كذا؟ ايه يعني هيدفع 200 جنيه وخلاص ولا ايه؟ لا هو المفروض حضرتك ده اداب عامه، لما يعمل زي ما حضرتك بتقولي واحده عريانه او يعمل شتيمه، ما دي كلها داخله في قانون الاداب العام. بس احنا ما نعرفش غير لما يعلقها. للاسف. لا مفيش للاسف، هو لازم نغير الموضوع ده، مفيش حاجه اسمها للاسف، في حاجه اسمها ان احنا ما ينفعش قناه قررت انها تاخد منبر انها تشتمنا ان احنا نعلقها، لازم نغير ده ويبقى في تصريح مصنفات، ويبقى اكيد في تصريح مصنفات، اكيد في حاجه ان الاوت دور ده مش ما يتعلقش عليه اي حاجه، ما ينفعش يعني في قواعد لهذا الامر يعني، وفي اكيد لازم يتحاكم ولازم يعني يتغرم غرامه ضخمه جدا عشان غيره يرتدع وما يعملش كده. ما هو ده اللي بيها، هي دي أول مرة تحصل، هو ما حصلش الكلام ده قبل كده. ما هو الحمد لله إن الصحافة اكتشفتها، عشان بيقول لك الإعلام والإعلام، الحمد لله إن الصحفيين اكتشفوها، وإلا لو ما اكتشفوهاش. ما هو دي حضرتك دي عين تانية. هو كويس ما كلنا بنساعد بعض، وبعدين هي الإعلام ده إحنا سايلينه بنساعد بعض. طيب معلش أنا قريت تصريح كده للسيد محافظ الجيزة إنه اتشال الإعلان لأنه الشركة ما دفعتش الرسوم، هل هذا صحيح ولا لانه الاعلان احنا مش عايزينه؟ الاثنين. لا انا ما يهمنيش موضوع الرسوم خالص، انا يهمني ان احنا شلناه لان دي محطه بتشم مصر. طبيعي، بدليل حضرتك ان الاعلانين التانيين دول مسددين، ما فيهمش مشكله ماديه ومع ذلك اتشالوا. طيب فاحنا شلناها لان دي محطه بتواجه مصر، حتى احنا شايفين ان ده ضد مش عجبانا. طبعا. شكرا سياده اللواء علاء الهراس نائب محافظ القاهره ورئيس اداره مركزيه للاعلانات. اذا طبقا للقواعد اللي موجوده احنا عادي جدا ممكن تلاقي بورنوجرافي على المحور او الشوارع، او تلاقي اي شتيمه قله الادب ويقول لك مثلا انقلاب، او يقول لك اي عادي جدا، ويقول لك اللائحه، وبعدين اللائحه بقى تروح ربنا معاك بقى في اللائحه وكده. انا بس يعني يهاجموا الاعلام والصحفيين، ما هم الصحفيين اللي اكتشفوا ده، يعني الإعلام اللي اكتشف ده والصحفيين اللي اكتشفوا ده بينما كل الأجهزة نايمة، سبات، غيبوبة. يا شباب أنتوا بتصحوا بتشتغلوا معانا، أنتوا معانا في القصة، ولا هو البلد عبارة عن أمن وإعلام بس؟ يعني هل معانا ناس تانية في أجهزة تانية شغالة معانا ولا مفيش؟ يا رب يصحوا. طيب النهارده كان في اجتماع مهم جدا لمجلس امناء صندوق تحيا مصر، الصندوق اللي اتبرعنا كلنا ليه، واللي اتبرع كتير من المصريين ليه، وكتير من الدول العربيه ايضا، ورجال الاعمال من الدول العربيه اتبرعوا ليه، بالذات من السعوديه. والحقيقه ان الصندوق اتخذ قرارات مهمه جدا. الاجتماع النهارده كان برئاسه المهندس محلب. الصندوق مجلس امناء الصندوق قرر تخصيص 500 مليون جنيه لتبني 5 حملات قوميه لمواجهه فيروس سي وظاهرة أطفال الشوارع وتطوير المستشفيات والمدارس، 100 مليون كبداية لإعادة تأهيل أطفال الشوارع، 100 مليون كمرحلة أولى للحملة القومية لمعالجة مرض فيروس سي. والحقيقة ده مهم جدا إن الفلوس دي تروح لمعالجة مرضى فيروس سي غير القادرين، ده مهم لأن الدواء غالي جدا والدولة مش هتقدر تشتريه كله، فبالتالي ده مهم جدا. 100 مليون أخرى. طيب معي على الهاتف مهندس محمد الأمين عضو مجلس إدارة صندوق تحيا مصر. مهندس محمد، يعني واضح إن المرة دي الحقيقة في قرارات مهمة لمجلس إدارة الصندوق. مساء الخير يا أستاذ أمين. مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام. الحقيقة في اللحظة اللي أنت حضرتك بتقولي العنف بتاع الجماعة الإرهابية والتدمير والاعتداء على منشآت الدولة، كان لازم تبقى في بصمه امل للشعب المصري، وده تم في اجتماع عقد اليوم برئاسه الساده رئيس مجلس الوزراء ووجود جميع اعضاء مجلس الامناء. الحقيقه انا طلعت متفائل جدا جدا، لان شعرت بجديه قرارات اللي اتخذت اليوم
واللي اصبحت موضع التنفيذ التالي ابتداء من لحظه صدورها. زي ما قلت لحضرتك الحقيقه هو المبلغ المبدئي تم رصده اليوم والتصرف فيه 500 مليون، وكان الهدف الحقيقه الاكثر ان احنا مش فورا للصندوق في ايا كان الرقم نوزعهم ويخلصوا ازاي، لكن قلنا قرار اهم من كل اللي حضرتك قلتيه مع احترامي ليه، هو الموافقه على انشاء شركه قابضه 90% من اموال الصندوق موجوده فيها، تتفرع منها شركات اخرى حسب ما نص عليه القرار الجمهوري كشركات تنمويه استثماريه، وده كان الهدف الاساسي اللي احنا جرينا ونجحنا فيه. يعني ايه يا باشمهندس لو تشرح لي شركه قابضه هدأ يعني ستستثمر هذه الاموال؟ يعني حضرتك دي تبرعات تمت جزء منها، وده المبلغ الابتدائي اللي رصد منه النهارده اللي حضرتك تفضلت عليها ونتكلم عليه في التفصيل، ولكن الاهم لاستمرار الصندوق ده لازم يبقى فيه جزء استثماري تنمي. طبعا ودي فكره ودي وجهه نظر هايله الحقيقه. بالظبط كده، والحمد لله يعني تم اقتراحها وتمت الموافقه عليها. الشركه دي هيبقى ليها شركات اخرى متخصصه، يعني اديكي مثال بسيط، عندنا مشكله في النقل وعندنا مشكله كبيره في النقل. طبعا من مقترحات اللي اعتقد ان هي هتفعل انشاء شركه متخصصه في النقل الجماعي. ده هايل. يساهم الصندوق بجزء من امواله فيها. كويس قوي. وليكن مليار. ويطرح باقي المساهمه قطاعين، القطاع الخاص من ناحيه والاكتتاب العام من ناحيه. بعد دراسات جدوى متخصصة من ناس مشهود ليهم بالكفاءة واللي بتأدي خدمة لأي حل مشكلة، وفي نفس الوقت دي هامش ربح هيتم الإعلان عنه السنوي قبل الاكتتاب أو مساهمة القطاع الخاص. والهدف الأكبر هو إشراك القطاع الخاص بالإدارة بعقلية القطاع الخاص في المشاريع اللي بتتم، وبالتالي ما هبقاش أنا مقيد بالروتين المعتاد في القوانين او طريقه الاداره من القطاع العام. عشان كده احنا قلنا المبلغ المبدئي اللي هنشتغل بيه هو 500 مليون والباقي هيتم تفعيله فقط بانشاء الشركه القابضه والشركات الاخرى المتخصصه اللي تحتيها، طمان وجود دخل دائم للصندوق. ده يعني خبر مهم جدا الحقيقه، يمكن ما كانش واضح في البيان، لكن الحقيقه انه اسعد خبر سمعته من فتره بصراحه، لانه تفكير مهم وتفكير استثماري مهم يعمل ديمومه للاستثمارات بتاعت المشروع بتاعت الصندوق. وهيجذب يا استاذ رميس كتير من رؤوس اموال بعض الناس هي كانت مترددة في ايداع فلوسها للصندوق ده، وده حقها لانه هيبقى في عائد استثماري، وبالتالي هو ضامن مبلغه انه موجود كسند او كسعر يقدر يتصرف فيه في اي وقت، ضامن عائد سنوي محدد يقدر يستقر عليه او يجي له دخل منه. وطبعا الاهم ان حضرتك عارفه ان مجلس الامناء ده او اموال الصندوق بالكامل هي تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه البابا تواضروس قضيه الامام الاكبر، ودي الثقه الكبيره اللي احنا بنديها لاي حد هيدخل في اي شركات من شركات المساعده. ال 500 مليون اتوزعت زي ما قلت حضرتك كده على اربع بنود، وبند اهم بالنسبه ليا اللي هو ال 100 مليون المرصوده لاعاده تاهيل البشر. واعني بالبشر هنا ان كان التمريض او التعليم او القائمين على العنايه باطفال، مش عايز اسميهم بالشوارع، ولكن اللي فرضت عليهم الحياه والظروف الاجتماعيه يتواجدوا في الشوارع. واطلقنا الحقيقه انا بعتبر اربع حملات قوميه من النهارده وهيبدا تفعيلها فورا. الحمله القوميه لانهاء مشكله اطفال الشوارع بالتنسيق مع معالي وزيره التضامن الاجتماعي. في مباني اوريدي موجوده، هيعاد تاهيل المباني دي، تزويدها بافضل شيء ممكن سواء كان للتاهيل الجسماني، الاطباء النفسيين، الاطباء العاديين، لاعاده تاهيل الاطفال. وهيبقى في ادارات توعيه ان الناس دي هي اللي تيجي، يعني احنا مش هنروح ندور على الناس.
ده الحقيقه يعني ده جهد مهم جدا. بشكرك مهندس محمد الامين على شرح هذا الامر. صندوق تحيا مصر صندوق مهم، ناس كتير اتبرعت ليه وكانت دايما بتسال هي الفلوس هنعمل بيها ايه؟ كون اتعمل فيها شركه قابضه، الاموال دي هتبقى اموال يساهم بها في مشروعات مهمه، بالذات مشروع النقل الجماعي. انا فرحت جدا بهذا الامر، غير المشروعات الاخرى. ده موضوع شديد الاهميه. النهارده الاجتماع حضره رئيس وزراء بابا توادرس، المهندس محمد الامين، نجيب سويرس وزارة التخطيط والصناعة والمالية والعدل والاستثمار، ودكتور علي جمعة وباسل أسامة الباز وعدد آخر من رجال الأعمال. بشكرك مهندس محمد الأمين. معي على الهاتف دكتور مختار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. مساء الخير يا دكتور. أهلا أستاذ. بعتذر على إبقائك على الهاتف يا فندم. لا مرحبا بحضرتك. يعني مهتمة جدا بالجهد العظيم الحقيقة. أنت بتعمل جهد كبير من فترة، لكن الجهدكم بقى لو تقولي عليه للأماكن. قبل الجهد الحقيقه يعني انا تقديري وتحياتي للاستاذ محمد الامين ولحضرتك، وانا سعدت بمداخلتي ايضا. وانا الحقيقه يعني ليه، لان لي يعني اول مكالمه، انا بحيي حضرتك على مواقفك الواضحه الصريحه الشجاعه في مواجهه الارهاب والجماعات الارهابيه حتى في تلك السنه السوداء التي قفز فيها الإخوان بحيالهم على السلطة. فالحقيقة لأن أنا من أنصار الرؤى الواضحة الحاسمة، ولست مع أنصاف الحلول أو إمساك العصا من المنتصف. أشكرك يا فندم، أشكرك، ده واجبي ودوري، اتفضل يا فندم. الحقيقة بقى بنقول ثلاث نقاط، حاجتين النهاردة. إحنا النهاردة طلعنا بيان آمل أن يكون بين يدي حضرتك إما في الفاصل أو غدا. تحت عنوان بياض مواطني من وزارة الأوقاف. وهذا البيان نتج عن أننا تابعت ما تبثه الفضائيات التي تأويها بعض الدول التي تعمل على تفتيت كيان المنطقة لصالح العدو الصهيوني ومن يدور في ركابه، تلك القنوات العميلة المأجوعة التي تتبع جماعة الإخوان الإرهابية وتوجه تحريضا واضحا وصريحا على العنف والقتل، وتستهدف القوات المسلحة والشرطه والقضاه والاعلاميين والائمه، وتريد ان تحرق هذا الوطن حتى لو حكمت تلك الجماعه انفسها او اشباح الشياطين. الحقيقه قلنا اولا بنطالب بحاجات محدده. كل هؤلاء العملاء والخونة الذين يهاجمون ويحضضون على العنف من الخارج، طالبنا بسحب الجنسيه منهم، فهو شرف لا يستحقونه. وان يكون اصلاح ما فسد، يعني كمان طلبنا بمصادره ممتلكاتهم، وان يكون اصلاح ما فسد من الاموال المتحفظ عليها لتلك الجماعه الارهابيه. وقلنا بنستنكر بقوه ووضوح ازدواج المعايير الغربيه في النظر الى حقوق الانسان. فعندما يكون هناك حادث في الغرب او في اي نقطه، يكون الهجوم ولعن الارهاب. اما ما يحدث في بلادنا من استهداف للمدنيين والامنين ورجال الجيش والشرطه وتخريب المنشات، فهذا في وجهه نظر بعضهم تعبير عن الراي. وقلنا ان احنا قوتنا في اصطفافنا كمؤسسات تنفيذيه ودينيه وثقافيه واعلاميه، وان نقف وقفه رجل واحد في كشف هذه الجماعات. وانا قلت ان كل من يبرر هذه الاعمال أو يحاول يلتمس الأعذار للتخريب والمخربين، فهذه خيانة ضد الوطن. لأني لابد من كشف هذه الجماعات. اليوم أنا بقول لحضرتك، وجهنا 100 عالم من قيادات الأوقاف على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارات والمفتشين والأئمة إلى منطقة المطرية وعين شمس. وهذا كان له دلالة أن هؤلاء في ظل التهاب الأحداث وإجرام تلك الجماعات الإرهابية، لنؤكد أن الأئمة في المقدمة لا يخشون في الحق وفي سبيل الوطن لومة لائم، وهم في وسط الناس وفي وسط الميدان يشدون من أزر الأهالي، وانطلقوا من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء، ودخلوا المساجد الملتهبة كمسجد النور المحمدي والرحمن وكل المساجد، ليؤكدوا على سيطرة الأوقاف على مساجدها. وكان الهدف التأكيد أو التأكد من التزام الأئمة ومقيم الشعائر والعمال بمساجدهم،
وفي كل المساجد كان هناك درس ما بين المغرب والعشاء لتهدئة المواطنين ولبس الطمأنينة في نفوسهم وللتأكيد على عودة الأمن. والحقيقة أستاذ أميس إحنا هذا التصرف لا يتعدى فعلا على الإطلاق، وإنما إثبات وجود وأن الدولة مسيطرة. إنما الحمد لله أنا بذكر حضرتك بالمساجد التي كانت قلاعا لتلك الجماعات الإرهابية كأسد بن الفؤاد في التركي معك الحزم صراحة وإسماعيل وحازمون والعزيز بالله والقائد إبراهيم معك للإخوان في الإسكندرية. جميع المساجد التي كانت معقل لتلك الجماعات الإرهابية والمتشددة صارت في قبضة الأوقاف ولها أئمة من الأوقاف. وأنا بقول لحضرتك الآن وأؤكد، واللي عنده أي حاجة اتصل بحضرتك الآن، لا يوجد قيادي واحد في الأوقاف الآن ولا في ديوان عام الوزارة ولا على رأس أي مديرية ينتمي لغير الوطن والمنهج الوسطي الأزهري. طيب. وكنا واضحين. وبالمناسبة أي إمام بيثبت عليه التجاوز، احنا خدنا قرار تاريخي، أي إمام هيستخدم المنبر لتكفير المجتمع أو التحريض على العنف فعقابه مش ليس الإيقاف ولا الخاص وإنما الفصل المباشر من العمل. يا سلام يا دكتور، يا سلام، عشان أنا موضوع الفصل ده ما بسمعوش غير من عند حضرتك، بقية الوزراء بينقلوهم. طب يا دكتور بعد إذن حضرتك يا مولانا، السؤالي بقى ماذا عن المناطق الأخرى اللي هي مناطق مرشحة للانفجار، كرداسة وناهية ودلجة ومناطق أخرى فيها تمركز إخواني، بتعملوا إيه في هذه المساجد يا دكتور؟ أنا أقول لحضرتك وانتبه مع حضرتك ولأي حد من البرنامج مع حضرتك الأستاذ شعبان على تواصل دائم معانا، أي مسجد يكون عليه اي اتجاه غير اتجاه الازهري الوسطي نبلغ به. احنا ضمينا جميع المساجد للوزاره، وانا باكد لحضرتك ان المظاهرات اللي بتطلع مسجد العزيز بالله، انا بذكر حضرتك احنا بعتنا 5 ائمه مع بعض ويوم اعتدوا على الناس وخطفوا العمامه من الرجل وقبض على الخاطف وحكم عليه بسنتين سجن. مسجد المعارخي في حلوان ذهبنا الناس واعتدي عليهم لكن سيطرنا على المسجد. جميع المساجد، اي مسجد الان ليس هناك مسجد خارج سيطرة الاوقاف، ولو في حالات فردية نبلغ بها بنتخذ على الفور. والعلم حضرتك احنا تجاوزنا حاجة بقى، انا قلتك ان الامام وفصلنا ناس وفصلنا عدد من المحافظين ولم يقف ضمن عند فصل الامام المتجاوز، بل في بورسعيد في صلاة الفجر قام احد المواطنين بالتحريض على العنف ليس اماما تم بالاسم والكلام موجود على موقع الوزاره، تم تحرير محضر رسمي برقم رسمي ونشرنا اسم المواطن وحررنا له محضرين لتحريضه على العنف. ناس ايجابيه والله العظيم. ايه يا شباب، مسجد ايه؟ مسجد راغب في مسجد قالوا لي على مسجد راغب في 6 اكتوبر يا دكتور. مسجد حاضر، مسجد راغب، عماد راغب. اقول لك ده كان الاستاذ وائل مستضيف الامام امس ومعه وكيل الوزاره. الامام كان محترما ولم يكن منه اي تقصير، وبعد خطبه الجمعه هم الامام بصلاه الغائب على روح المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز، واعلنا اننا سنصلي صلاه الغائب على الرجل تقديرا لوقفته المشرفه مع مصر وجهوده في خدمة وطنه وأمته وموقف المملكة العربية السعودية المشرف والعلاقات. فقام جماعة من بعض المنتمين إلى تلك الجماعة الإرهابية التي ينبغي أن تقابل بكل حد ومنعوه من صلاة الغائب، فهو لم يمتنع وإنما منع ووزع الأمن وتم إبلاغ الجهات المعنية عن هذه الحادث. وبالمناسبة لدينا كل اسبوع بذكر حضرتك ليله 28 معظم الائمه والعمال باتوا في المساجد. ليله الجمعه الماضيه ويوم الاحد عقدنا وقف عمليات دائمه لتلقي اي بلاغات، وكان جمله الائمه الذين لم يصلوا صلاه الغائب كانوا امامين اثنين وتم وقفهما عن العمل، والان ينظر قطاع الدين في مدى المخالفه التي قد تصل الى الفرق.
انا يعني بحيي هذه الجهود والحقيقه، وهذا يعني هنا فكره ان انت مقاتل، ان انت بصراحه بتقتحم هذا، ده عش دبابير. وقرر وزير اوقاف من يوم، من اول يوم عين فيه وزيرا اقسم اليمين اقتحم عش الدبابير. بصراحه بشكرك دكتور محمد مختار جمعه وزير اوقاف، اتمنى ان احنا نحظى بحوار مع حضرتك، يمكن يكون في وقت اطول، لكن بشكرك الحقيقه على هذا المجهود. مقاتل، انا ده اللي افهمه، ده اللي افهمه. الرجل لم يتوانى، قال لك مفيش بقى، مش هننقل، احنا هنفصل، خلاص قطع رقبي يا جماعه. كل وزير عندك يقول لك ايه، وبس شلناه من المكان بتاعه وديناه مكان تاني، شلناه من الاداره دي وديناه اداره تانية، اصل هو مش عارفه فيه ايه. في حاله كده من المياعه في الدوله، مايعه، الكلام واضح، ويبقى حد يعني سن السكين، مفيش حاجه، مفيش هزار، مفيش هزار، اما نحن او هم، مفيش هزار. فارجو ان الكلام يبقى واضح، يبقى مفيش اصل احنا ما بنشيلش الناس علشان معتقداتهم، لا، بنشيل الناس وبنرفدهم عشان معتقداتهم الارهابيه، هو ده، بنفصلهم عشان معتقداتهم للاسف. معلش احنا يعني ناس شريرين شويه، هو ده معتقداتهم، مفيش حاجه اسمها كده. ايه يا جماعه الدلع ده ما بينفعش، الدلع ده نتيجته ده، فمزيد من الدلع، مزيد من الطبطبه، نتيجته مزيد من العنف. لازم يكون في حسم، دولة واضحة رؤيتها واضحة وبتشتغل معانا، مش سايبانا نشتغل لوحدنا، تشتغل معانا، يصحوا معانا، بس يا ريت يصحوا معانا. قبل ما نخرج فاصل بقى ونستقبل الاستاذ مفيد فوزي يغير لنا المود شويه ويكلمنا في حاجات الطف كثيرا من اللي احنا بنسمعه، نشوف رسوم اطفال الصعيد، هذه الجمعيه اللي قررت انها تجمع رسوم اطفال الصعيد بيرأسها علاء فاضل، عمل مجهود كبير جدا، ووزاره الثقافه كانت مش عايزه تديله المكان، ووزاره الشباب تعبته شويه، بس الحمد لله قدر ان هو يعني يلاقي مكان وان هم يستضيفوا الاطفال. في النهايه حارب وجمع رسوم اطفال الصعيد، تعالوا نشوف لون مختلف ورسومات اطفال الصعيد وعلاء فاضل. بفرشات وألوان وأنامل صغيرة استطاعت مبادرة ازرع ولون التابعة لمؤسسة من أجل مصر أن تنبت الحس الفني لدى أطفال كرة الصعيد النائية من خلال معرض يضم لوحات تحمل توقيعهم وأفكارهم للمستقبل. الفكرة قلنا ازاي ندخل المناطق الفقيرة والعشوائية بحاجة ما تكونش مكلفة قوي وفي نفس الوقت تكون جديدة ما حدش دخل عليها خالص، فقلنا عن طريق الرسم والتلوين نزلنا الأطفال الجبل في الصعيد ونزلنا الأطفال المحاجر في الصعيد. احنا مستهدفين 1000 طفل في كل محافظة من محافظات الجمهورية، بعد ما وصلنا حوالي 2500 طفل دلوقتي حوالي 7 محافظات، بدأنا نقول هنعمل لهم حاجة تربطهم بالوطن. طبعا في احساس بان في مستقبل لهؤلاء، مش شرط يطلعوا فنانين، لكن كل ما بتعزز مفاهيم المواطنه والانتماء والشعور باهميه قيمتهم في البلد دي هنكسب جيل كبير قوي. لوحات الاطفال جاءت معظمها معبره عن اعتزازهم بحضارتهم وحبهم الفطري لوطنهم. لما لقيت الاهرامات ونهر النيل، ولما لقيت الحاجات كتيره بتاع الاثار الفرعونيه بتاعت مصر دي، لما لقيتها كتيره فحبيت رسمت عشان اعبر عن حضاره مصر وعراقتها. رسمه بحر ومركب وسحاب وشمس. انا كنت رسم موضوع عن قناه السويس، رسمت عباره عن دبابه وجندي وعلم مصر. واحنا راجعين من قناه السويس كان في سفينه كانت معديه واحنا ماشيين، بس فحبيت ارسمها وعبر عن شعوري من جوه. جهود بسيطه لكنها تحمل بين طياتها املا واطمئنان على مستقبلنا الذي سيصبح يوما ما في يد هؤلاء. خالد جمال، هنا العاصمه.